مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. فوتوا في شغله مشهوره اسمها بيجل، بياكلوها كل الكنديين ومشهوره اكثر شيء في مونتريال. بس في اوتوا في مكان مهم جدا لازم تزوروه اذا بدكم تاكلوا بيجل، اسمه كاتل مان. خليني ادخلكم وتشوفوا شو كاتل مان بيسوي، ازكى بيجل ممكن تدوقوه في اوتوا. ادخلوا معي. زي ما شايفين دور بتعمل شغلات كتير. هذي البيجلز اللي بسويها، 100,000 نوع، بلوبري، ليمون، شوكولات. هذي هذا بي اونيون، غارليك، لون، روزليكس. طبعاً هون بسوي في البيجلز طازة وفريش. هذه هي انا هلا هناخذ واحد لازم تذوقوه. يلا سلام والعافيه. هذا صار بدكم تطلعوا It's caught in the crossfire.